تقيلة بس هي دي بقى هنعمل ايه طيب؟ هي دي أكل عيشنا بس ربنا بيقوينا. أيام بتيجي عليا ما بقدرش أميل كده أجيب حاجة من الأرض. بطلع ما بقولش لحد لا يعني بطلع خامس السادس السابع الثالث الرابع. مفتاح وجلده وولاعه عشان اخش عند الزبون ما اقولوش اديني حاجه. انا ام خالد ببيع نبيب بقالي 15 سنه بساعد جوزي واولادي في المدرسه وكده والشغل مش عيب ولا حرام يعني. احنا بنحب نجري على اكل عيشنا بس ربنا يدينا الصحه اهم حاجه. كنا بنبيع خضار وخسرنا فيه كتير واتدينا فانا فكرت بقى فهو اشتغل شويه في الانابيب فزهق منها فانا اللي كملت يعني. انا كنت قبليها من قبليها يعني من قبل الخضار اللي كنت في الانابيب. تقيله بس هي دي بقى هنعمل ايه طيب؟ هي دي اكل عيشنا هو ده اكل عيشنا يعني. انت لازم برضه ما هي حاجه تقيله فعلا والدكتور قايل لي ما تشيليش وتعمليش. انا يعني رحت اكشف كذا مره عنده قال لي ما طالما مش ملتزمه ما تجينيش طالما مش ملتزمه اللي انا بقول لك عليه بالعلاج وكده وبلبس حزام. انا بلبس حزام لما بخرج بلبس حزام في وسطي. فهي دي بقى الدنيا وهي دي الحياه والحمد لله راضيه برضو باللي ربنا عطاهولي وراضيه باللي ربنا قسمه لي. في كتير ولاد حلال ربنا يبارك لهم يدعوا لك الله يسهل لك. انت ست ب 100 راجل انت ست تشيل على الراس انت صراحه يعني. في ناس كتيره بمشي كده وناس الله ينور ربنا يبارك لك ربنا يديك الصحه يعني صراحه. في ناس كتيره ولاد حلال وفي ناس كتيره الله يسهل لهم. ممكن اطلع اركب انبوبه انزل الاقي انبوبه اتسرقت من على التروسيكل والله العظيم حصلت معايا كذا مره. في ايدي على طول بركب بيه الانابيب مفتاح وجلده وولاعه عشان اخش عند الزبون ما اقولوش اديني حاجه. معايا الجلد ومعايا المفتاح ومعايا ولاعه اهو جلده انابيب عادي. ممكن حد ما ياخدش مني حاجه ويقول لي ما معكيش جلده اروح اديله جلده. ببيع لمبوه ب 80 في زبون بيديني بزياده في زبون لا ما بيدينيش في مش كل يعني. دي رزق بتاع ربنا على حسب الطلوع كمان السلم يعني. ممكن السلم ايه بتطلعه ففي ناس بيقدرك وفي اللي انت بتطلبه له بيديلك وفي ناس اللي انت بتطلبه بيديكوا بزياده يعني. انا لما بطلع السلم ضربات قلبي بتفضل بتضرب تضرب وبنهج بقى بنهج كتير بس الحمد لله ربنا كبير هو بيعين وبيقوين الحمد لله. بيجي عليا ايام ما بقدرش اقوم بفضل راكده ما بقدرش اقوم خلاص بقعد بقى في اليوم ده وخلاص. طالما قعدت مفيش حاجه بتخش لك. جوزي برضو كمثل بالارزاق وباليوم قاعد خلاص مفيش حاجه داخله لان ارزاق باليوم كتفنا في كتف بعض وبنزق مع الايام والعيشه والدنيا ويوم حلو ويوم وحش والحمد لله وراضيين باللي ربنا عطاهولنا راضيين بيه. طالما مش بمد ايدي لحد خلاص الحمد لله. طالما ربنا مدينا الصحه الحمد لله ما اروحش لحد اقول اديني لله ما يحجنيش لحد ابدا. ربنا اهم حاجه ربنا ما يحبني لحد ابدا. ووصينا الانسان بوالديه احسانا. امي على رجليها لمغزه كانت هي اللي بتبيع بالبرسيم ولمغزه ما اتقلبت من على العربيه الحمار لمغزه ما وقفش فداس على رجليها. ركبت شرايح ومسامير بقى لها يجي 9 شهور اهي. فانا بروح اوزع لها شويه البرسيم وباجي بروح شغلي. قبل ما اروح لشغلي بيبقى كذا زبون رنن عليا ولازم احود عليها الاول اسلم عليها وابوسها من راسها وتاخدني بالحضن ولازم اشوفها عايزه حاجه. لا مؤاخذة الوقت ما بتتحركش يعني ما بتقومش من على السرير. لو نسيت مثلا اسلم عليها الصبح على حاجه ارجع اخر النهار بعد ما اخلص بيبقى بقى الحضن ده كبير عشان انا مثلا ما حضنتهاش الصبح ولا سلمت عليها. نفسيتي بتتضايق بس هي بتراضيني يعني بتقول لي انا حاسه بيكي وكده.
انا بتمنى من ربنا بس ان انا افضل ربنا يديني الصحه لحد ما احط رجلي على بيت لعيالي، عشان الواحد خلاص سنه واتنين بص الواحد خلاص بطل من الشيل والحط وكده. انا في ايام بتيجي عليا ما بقدرش اميل كده اجيب حاجه من الارض.